اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الاشياء قول ال محمد عليهم السلام فيما اسر وما اعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله <applause> ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين نتقدم بداية إلى ساح إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا ولي أمر المسلمين الخليفة الشرعي الثاني عشر إمام هذا الزمان الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهما بأصدق التعازي بمناسبة حلول ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على قراءه لروايه من الروايات بهذه المناسبه نقول ان الزهراء ارواحنا فداها كانت اول صرخه احتجاجيه على تحريف مسار الاسلام واول شعله متقده تعبر عن الرفض لتزييفه لتزييف الإسلام. مواقف الزهراء صلوات الله عليها في مواجهة الحكومة الظالمة الانقلابية بزعامة كبير المنافقين والطغاة أبي بكر بن أبي قحافة لعنه الله مواقف كثيرة هذه المواقف بعضها لم يسلط الضوء عليها كما ينبغي مع انها حريه بذلك جديره به تحتاج الى تدبر والى تامل لاستخلاص معاني مهمه جدا تنعكس على ديننا على منهجنا على توجهنا انا لناسف ان مثل هذه المواقف والكلمات والبيانات الصادره من ام الحسن صلوات الله عليها لم تنل ما ينبغي ان تناله من البحث والدراسه احدى تلك المواقف ما اخرجه العلامه المجلسي عليه الرحمه في بحار الانوار في المجلد التاسع والعشرين في الصفحة وسبع وتسعين عن المفضل بن عمر وهذه رواية العلامة في كشكوله عن الصادق عليه السلام في خبر مطالبة الزهراء عليها السلام بفدك الزهراء كما تعلمون طالبت الطاغيه الاول بان يرد اليها ارض فدك فتمنع واستعان بصاحبه عمر لعنه الله لاجل ان يبطش بالزهراء واهل البيت عليهم السلام ويمنعهم من استرداد فدك ما هو السر في كل هذا الاصرار من قبل الحكومه على مصادره فدك لو تتبعتم الروايات ومنها هذه الروايه في صدرها لعلمتم ان الامر كان بايعاز من عمر واشاره منه لابي بكر قال له ما مضمونه انك ان ابقيت فدك وكانت ذات خراج عال وابقيت الخمس والفيء بيد اهل البيت فإن ذلك يهددنا شيعتهم لن يتركوهم المال متوفر عندهم فدك للعلم خراجها كان يكفي لتغذية كل المسلمين للاكتفاء الذاتي فأشار عمر على صاحبه بأن يسلب اهل البيت حقوقهم الماليه كي ينفض عنهم شيعتهم حتى يتركهم الناس لان الناس في معظمهم عبيد الدنيا وعبيد المال من يقدم لهم المال يجعلونه زعيما لهم كما هو الحال اليوم في بلادنا ومنها العراق فإنك تجد كثيرا من هذه الزعامات ما أصبحت زعامات إلا لأنها تمتلك الثروة تمتلك المال وإلا لو خليت من ذلك لوجدت الناس تنفض عنهم الحاصل الزهراء صلوات الله عليها طالبت باسترداد حقها وحق اهل البيت الطاهرين عليهم السلام. كان مما قاله عمر لها، واريد منكم ان تدققوا ايها الاخوه. قال لها: فدك لك خاصه والفيء لكم ولاوليائكم ما احسب اصحاب محمد يرضون بهذا. انت تطالبين بشيء جدا ضخم، كبير، ثمين وهذا لك خاص والفيء ايضا لكم اهل البيت ولاوليائكم شيعتكم الصحابه على تعبيرهم لا يرضون بهذا ما احسب اصحاب محمد يرضون بهذا المنطق العمري هنا ماذا يقول يقول هكذا انه لو جاءت دعوى من اهل بيت النبي صلوات الله عليهم في قبالها رفض من اصحاب النبي صلى الله عليه واله فالمقدم هو رفض الاصحاب. اي بعباره اخرى اهل بيت النبي ادنى رتبه في التصديق والامتثال والمتابعه من اصحاب النبي. هذا معناه انقاص قدر اهل البيت وجعلهم محكومين بحكم الاصحاب وهذه دعوه جدا خطيره جدا خطيره هذه الدعوه يفترض امتثالا لله امتثالا لرسوله صلى الله عليه واله تأدبا بآداب الاسلام والشريعه التزاما بوصايا النبي الاكرم صلى الله عليه واله يفترض بالمرء المسلم الا يجعل اهل البيت الطاهرين الذين طهرهم الله عز وجل محكومين باحد يفترض ان يقدمهم على كل احد. يفترض ان يجعلهم هم في موقع الحاكم على ما اختلف فيه الناس، لا ان يجعلهم محكومين. بدايه نشاه هذا المفهوم مفهوم تقديس اصحاب النبي صلى الله عليه واله وجعلهم في رتبه دينيه هي الاعلى بحيث يكون ما سواهم خاضعا لهم بدايه نشاه هذا المفهوم كانت على يد عمر وابي بكر هم الذين جاءوا بهذه البدعة بدعة الصحابة الصحابة الذين يجب الاقتداء بهم ويجب اقتفاء أثرهم ويجب متابعتهم وجعلهم حكماً ونبراساً ومقتداً في حين ان هؤلاء ليس لهم مثل هذه الرتبه منهم الصلحاء الذين يصح التاسي بهم نعم ولكن ان تشملهم جميعا بعنوان واحد في التقديس والتعظيم ووجوب المتابعه فهذه بدعه في الاسلام ان تجعل لهم رتبه دينيه من حيث كونهم اصحابا فهذه بدعه في الاسلام الصحبه بذاتها لا مزيه فيها شرفها مشروط بمتابعه منهاج النبي صلى الله عليه واله والمضي عليه وعدم تبديله او تغييره او الاحداث في دينه. فاذا ختم الصاحب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله حياته بعدم التبديل والاحداث ومضى على منهاج النبي الاكرم صلى الله عليه واله جعل فوق الرؤوس. اما ان كان منقلبا على عقبيه احدث او ابتدع او نافق او طغى او افسد في الدين او تذبذب وتقلب مره مع هؤلاء ومره مع اولئك فمثل هذا لا كرامه له ولا تنفعه الصحبه بشيء. قال سلمان رضوان الله تعالى عليه كما يرويه اهل الخلاف انهم حين دخلوا عليه قالوا له أأنت سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا أدري فتعجبوا فقال إنما صاحبه من دخل معه الجنة خلي أموت أولا أشوف أطب الجنة لولا إذا طبيت الجنة أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله اما والعياذ بالله اذا ذهبوا بي الى النار فلست صاحب رسول الله صحبتي له في الدنيا لا تنفعني كثير من اصحاب رسول الله يردون جهنم في صحاح اهل الخلاف هذا المعنى ثابت ان اكثرهم يذادون عن الحوض ويذهب بهم الى جهنم فيقول النبي صلى الله عليه وآله يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة عمر إذن واجه الزهراء صلوات الله عليها حين طالبت بفدك بهذا المنطق المبتدع المغلوط قال: فدك لك خاصة والفيء لكم ولاوليائكم ما احسب اصحاب محمد يرضون بهذا. فانظر بماذا ردت عليه الزهراء روحي فداها. قالت فاطمة عليها السلام: فإن الله عز وجل رضي بذلك. ورسوله صلى الله عليه وآله رضي إذا أنتم الصحابة اللي خابين نخب بكم أنتم مو راضين الله ورسوله راضين أنتم منو ما قيمتكم أمام الله وأمام رسوله صلى الله عليه وآله فإن الله عز وجل رضي بذلك ورسوله صلى الله عليه وآله رضي وبه قسم على الموالاة والمتابعة أو وبه قسم على الموالاة والمتابعة لا على المعادات والمخالفة رسول الله يوم قسم المال الشرعي قسمه على أي شيء قسمه على الموالاه والمتابعه الموالاه لرسول الله ولاهل بيته الطاهرين عليهم السلام ومتابعتهم لا على المعادات لهم والمخالفه لهم هذا حكم النبي هذا حكم الله جل وعلا ثم تكمل الزهراء عليها السلام فتقول ومن عادانا فقد عاد الله ومن خالفنا نحن اهل البيت من خالفنا فقد خالف الله ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الاليم والعقاب الشديد في الدنيا والاخره كلمه تحد هذه تحد لمن لعمر ولصاحبه ابي بكر ولمن معهم ممن احتجب بحجاب الصحبه المزيف ما أحسب أن أصحاب محمد يرضون بهذا، وكأن أصحاب محمد أفقه من ابنة محمد. وكأن أصحاب محمد أصدق من ابنة محمد صلى الله عليه وآله. أيهما تصدق أنت؟ أيهما تتبع؟ أصحاب النبي أم بنت النبي بضعة النبي؟ التي نورها من نور النبي لحم ودم النبي صلى الله عليه واله ايهما تتبع ايهما تصدق وقع خلاف لنسمي الامر ولنصوره بهذه الصوره وقع خلاف بين اصحاب النبي وبين بنت النبي واهل بيت النبي خلاف المخالفون ايضا يقرون بهذا الخلاف فقهاؤهم علماؤهم قصاصوهم يقرون يسمونه خلافا مذهبيا فقهيا اجتهاديا في ردهم على الشيعه يقولون لا تهولوا الامور حين تذكرون الصراع الذي جرى بين الزهراء عليه السلام وأبي بكر لا تهولوا الأمور كانت قضية خلاف اجتهادي أبو بكر وأصحاب النبي رأوا أن النبي لا يورث وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث في حين أهل بيت النبي ومنهم الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين رأوا أن النبي يورث ولذلك الزهراء عليه السلام طالبت بفدك فهو إذن خلاف فقهي اجتهادي فرعي نقول ان سلمنا بالامر هكذا وتنزلنا جدلا ولم نقل ان الخلاف كان على دين دين اهل البيت ام دين السقيفه والاصحاب هذا المنهج ام ذلك المنهج ان لم نقل ان الخلاف كان على المسار الذي سيتجه اليه الاسلام والمسلمون قضيه ايمان وكفر ان لم نقل بهذا وقلنا كما تقولون يا اهل الخلاف ان القضيه كانت مجرد خلاف كما يجري بين الفقهاء خلافات فرعيه فنقول ان تخالف فقيها عالما ليس كما لو خالفت بنت النبي اهل بيت النبي صلوات الله عليه لا هذه مو مو كتلك هذه ليست كتلك ابدا مخالفه رجل من العلماء من الفقهاء ليست كمخالفه اهل البيت عليهم السلام الذين مخالفتهم كمخالفه النبي صلى الله عليه واله ذاته لا يمكن ان يساوى بين الفرضين وها هي الزهراء تحكم بذلك حين تذرع عمر بأن هذا الحكم وهو حجب فدك ومصادرتها من الزهراء عليه السلام هو حكم أصحاب النبي لا أحسب أن أصحاب محمد يرضون بهذا كما يزعم ردت عليه الزهراء صلوات الله عليها بقولها: ومن خالفنا فقد خالف الله. اذا انت تقول انا اخالف الزهراء ولو من باب الاجتهاد على حد زعمك فانت مخالف لله. وإذا خالفت الله فما هي عاقبتك؟ ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الأليم والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. إذا معنى كلام الزهراء عليها السلام كأنها تقول لعمر أنت وصاحبك ابو بكر والاصحاب الذين تتشدق بهم كلكم مرتدون. تحدي خطير ليش؟ لانكم تخالفوننا اهل البيت فانتم تخالفون الله ومخالفه الله ارتداد. المفروض ان تسلموا. من الطبيعي أن عمر هنا لما يسمع هذه الكلمة من الزهراء عليه السلام تثور ثائرته إنه قد فهمها جيدا أن الزهراء تحكم عليهم بهذا الكلام بالارتداد لأنها لم تجوز أن يخالفوا تقول لا أنتم تختلفون فيما بيناتكم كيفكم بس تخالفون أهل البيت لا ما يصير في الاسلام ما يصير مخالفه اهل البيت مخالفه النبي مخالفه النبي مخالفه الله عز وجل اذا اهل البيت حكموا بحكم قالوا هذا حق الفتوى في هذه المساله هي هذه النبي يورث خلاص ما لك حق انت تعترض وتخالف تقول لا انا عندي اجتهاد اخر مثلا ما يجوز لا بد ان تسلم إذا لم تسلم فقد خالفت وإذا خالفت فقد خالفت الله وحينئذ أنت مرتد لا قيمة إذن لكل هؤلاء الأصحاب ما داموا مخالفين لبنت النبي ولأهل بيت النبي صلوات الله عليه ثارت ثائرة عمر فماذا قال قال انت تدعين امرا عظيما تقع به الرده من المهاجرين والانصار انت تحكمين علينا ونحن المهاجرون والانصار اصحاب السابقه في الاسلام تحكمين علينا بالارتداد هل تراجعت الزهراء عليها السلام عن حكمها؟ كلا وحاشا، بل اكدته وردت على عمر منطقه المزيف الثاني: التوسل اولا بالصحبه ثم بالهجره والنصره، نحن المهاجرون والانصار. أصحاب السابقة كيف نرتد لمجرد أننا خالفناكم أهل البيت الجواب نعم ممكن أن ترتدوا هجرتكم لن تنفع نصرتكم لن تنفع لأنكم بعد ذلك بدلتم وانقلبتم على أعقابكم من ثبت منكم من المهاجرين والأنصار على العين والرأس شريطة ألا ينكث العهد والميثاق، شريطة ألا يخالف أهل بيت النبي صلوات الله عليهم ويخذلهم، قال لها عمر: أنت تدعين أمرا عظيما تقع به الردة من المهاجرين والأنصار، فقالت وانظر هنا إلى قوة منطق الزهراء عليها السلام وعذوبته في الآن نفسه. قالت صلوات الله عليها: إن المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول الله هاجروا إلى دينه. أنت يا من؟ تتبجح تفخر بكونك من المهاجرين لولا رسول الله واهل بيته الطاهرين عليهم السلام اكنت تنال شرف الهجره؟ كلا لو لم يكن رسول الله لما كانت هنالك هجره الى دين رسول الله ظهر النبي فظهر على يده الدين ففتح الباب للهجره ونلت بذلك ما نلت من المقام كذلك الحال حين ينظر الى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله فلولا سيف علي امير المؤمنين صلوات الله عليه ولولا حمايته للاسلام وتشييده له بامر رسول الله صلى الله عليه واله وذبه عنه ودفاعه عنه في الحروب لما قامت للاسلام قائمه ولانتفت الهجره كل فضيله من الفضائل كل منقبه من المناقب التي يمكن ان يحصل عليها فرد مسلم سواء كان من اصحاب النبي او ممن تلاهم الى يومنا هذا انما الفضل فيها في المقام الاول لرسول الله ولاهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه مثل واحد يقوم يفخر يقول انا والله الليله البارحه انا طول الليل احييت الليل بالصلاه والتهجد والقراءه والخشوع الى ما هنالك فلي مقام عظيم طيب هو هذا المقام العظيم وصلته باي شيء؟ برسول الله واهل بيته الطاهرين عليهم السلام، لولاهم لما عرفت الدين، لما عرفت الهدى، لما عرفت الصلاه، لما عرفت القران، لما عرفت شيئا حتى تحيي الليل. فاذا عن اي هجره تتكلم يا عمر؟ عن اي نصره تتكلم يا عمر؟ قالت له ان المهاجرين برسول الله واهل بيت رسول الله هاجروا الى دينه والانصار بالايمان بالله وبرسوله وبذي القربى احسنوا الانصار الذين قد احسنوا انما هم الذين نصروا نصروا الله ونصروا رسوله ونصروا ذي القربى، أهل بيت النبي. آمنوا بهم والأنصار بالإيمان بالله وبرسوله وبذي القربى أحسنوا. فلا هجرة إلا إلينا ولا نصرة الا لنا ولا اتباع باحسان الا بنا جاي تفخر لي احنا المهاجرين تتفاخر احنا المهاجرين والانصار لا هجره الا الينا ولا نصره الا لنا اهل البيت ولا اتباع باحسان الا بنا. فاذا من يحترم من المهاجرين من الانصار من التابعين لهم باحسان هم من انحازوا الى اهل البيت صلوات الله عليهم. المهاجري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، ننظر في شأنه بعد مضي النبي أكان مع أهل البيت من شيعتهم؟ قلنا له الشرف ونعم الشرف هذا هو المهاجري حقه كالمقداد مثلا رضوان الله تعالى عليه. الانصاري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ننظر في حاله بعد النبي فان وجدناه من اتباع اهل البيت وانصارهم قلنا له الشرف ونعم الشرف هذا هو الانصاري حقا كجابر بن عبد الله الانصاري مثلا وهكذا التابعون بإحسان وتابعوا التابعين وهلم جرة. احنا مقياسنا أهل بيت النبي صلوات الله عليه من كان معهم على رأسنا أما من لم يكن معهم وإن لم يعادهم بالفعل وإنما اكتفى بالمخالفة فقط يعني قال أنا أحب أهل البيت وأقدرهم وأحترمهم لكن أنا فتواهم مثلاً وحكمهم في المسألة الكذائية أنا عندي رأي آخر نقول له لا أبداً من خالفهم فقد خالف الله في جهنم وبئس المصير أهل البيت مو أي ناس حتى تتعامل معهم مثل ما تتعامل مع ما أدري علماء وفقهاء لا هؤلاء لحمة رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء رسول الله قرنهم بالقرآن الحكيم قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما لا يجوز لك أن تتعالى على القرآن لا يجوز لك أن تتعالى على عدل القرآن الثقل الثاني أهل بيت النبي صلوات الله عليه اي واحد نشوف عنده ذره خلاف لاهل البيت عليهم السلام فانه ساقط عن الاعتبار عندنا. قالت الزهراء عليها السلام لعمر شوفوا ايش قد لازم ندقق في هذه العبارات في هذه الكلمات حتى نفهم ديننا ومنهجنا. لماذا لا يركز على مثل هذه الامور؟ لماذا لا يقع تسليط الاضواء عليها جيدا؟ هذا حتى حتى ايضا تجيب اولئك المخالفين المخدوعين لما ياتونك ويقولون انتم تطعنون بالمهاجرين والانصار تحكمون عليهم بالارتداد فورا اجبوا بمنطق الزهراء عليه السلام قل له قالت فاطمه الزهراء صلوات الله عليها تاج راسك وتاج راس اللي خلفوك وتاج راس الصحابه مالتكم قالت ان المهاجرين برسول الله واهل بيت رسول الله هاجروا الى دينه والانصار بالايمان بالله وبرسوله وبذي القربى احسنوا فلا هجره الا الينا ولا نصره الا لنا ولا اتباع باحسان الا بنا ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية عمر جايب له فزاعة يقول أنت تدعين أمرا عظيما تقع به الردة من المهاجرين والأنصار الزهراء عليه السلام تقول له إيه نعم ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية. أي نعم هذا هو الحكم. اللي ارتد عن أهل بيت النبي وإن احتفظ باسم الإسلام أو حكمه في الدنيا فإنه في الواقع مرتد إلى الجاهلية. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله. هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة. الزهراء حين حكمت على هؤلاء المهاجرين وهؤلاء الأنصار بالارتداد. ما حكمت إلا بحكم أبيها صلى الله عليه واله. ما حكمت إلا بحكم القرآن. بحكم الله جل وعلا. ما هو معنى الارتداد اصلا؟ الارتداد هو التراجع ارتد قد تراجع، هذا بالاصل اللغوي لمعنى هذه اللفظه. النبي صلى الله عليه واله عقد عقدا مع المسلمين. الله عقد عقدا. معنا نحن المسلمين احنا بيننا وبين الله عقد العقد هذا موجود في القران الحكيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا شنو الا الموده في القربه انتم اشتريتم الاسلام لازم تدفعون ثمن ثمن هذا العقد شنو هو الموده في القربه تودون قرب النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيرا ما تخالفونهم ما تتقدمون عليهم ما تتأخرون عنهم ما تخذلونهم ما تعادونهم ما تخالفونهم لا في الكبير ولا في الصغير فإذا أخللتم بالعقد الذي بينكم وبين الله بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فإسلامكم منتف ما سلمتم إذن بل تمردتم وارتددتم إلى الجاهلية لأن الجاهلية وأهل الجاهلية ما كانت مشكلتهم يبلغهم ان هذا هو دين الله دين ابراهيم مثلا عليه السلام انه التوحيد فيصرون على غيهم ويقولون بالشرك. ياتيهم الحكم من الله من رسوله صلى الله عليه واله في المساله الكذائيه انه هكذا فيخالفونه إلى غيره بأهوائهم وفي اشتهت أنفسهم هذه هي الجاهلية تمرد على الله مخالفة لرسوله صلى الله عليه وآله رسول الله عين لهذه الأمة من بعده قيادة شرعية خلفاؤه واوصياؤه الاثني عشر صلوات الله عليهم، الاثني عشر صلوات الله عليهم فمن يأبى ذلك يكون مرتدا الى حكم الجاهليه هذا حكم رسول الله الزهراء ما جاءت بشيء غير غير ما جاء به أبوها صلى الله عليه وآله وهي الأعرف بمنهاج أبيها من أقبح ما يقال في أوساط أهل الخلاف في تفسير الخلاف أو الصراع الذي نشب بين الزهراء عليه السلام وبين أبي بكر لعنه الله من أقبح ما يقولونه بلا حياء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله يقولون أبو بكر كان أفقه من الزهراء الزهراء ما كان عندها ذلك الفقه تصورت أن الأنبياء يورثون أبو بكر صحح لها المسألة ألا تستحون ابو بكر يعلم الزهراء الفقه ابو بكر يعلم الزهراء سيده نساء العالمين سيده نساء اهل الجنه بضعه النبي يعلمها الدين يا للسخريه هذه التي لا سيده مثلها هذه التي مشيتها مشية النبي بالإجماع تمشي مشية النبي مو فقط كلامها كلام النبي حركاتها سكناتها نسخة طبق الأصل من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ما تعرف دين أبوها شنو أنه يورث أو ما يورث أنه هذا حلال ولا ذاك حرام ساءت وجوهكم ما تستحون ان تقولوا ابو بكر يعلم الزهراء افقه من الزهراء شنو هذا المنطق عجيب كيف يستحل مرء مسلم ان يتكلم بمثل هذا المنطق ابو بكر مهما عليتم من شانه دون الزهراء لابد لابد دون الزهراء. هو على ادنى تقدير، على اقل تقدير، مامور بان يصلي عليها، ولا تقبل صلاته اصلا ان لم يصلي عليها، محور اهل البيت. اما هي ان صلت لازم تصلي على ابي بكر مثلا. ابو بكر مامور بكتاب الله ان يود الزهراء ويود اهل البيت، اما الزهراء غير ماموره. بان تود ابا بكر او عمر. عجيب. رسول الله اللي هو اشرف الخلق اشرف الخلق واعظمه اقرأوا في الروايات عندنا وعند مخالفينا كان اذا اقبلت الزهراء قام اجلالا لها. اكان يقوم لابي بكر اجلالا له؟ كيف يبخس حق الزهراء هكذا ما تخجل على نفسك تقول أنا مسلم يعني إذا يرجع بك الزمان إلى الوراء وأنت ترى بأم عينك أنت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله موجود وأبو بكر قاعد على المنبر وإذا بالزهراء عليه السلام تأتي وتطالبه بشيء فيقع صراع بين الطرفين ما تخجل من نفسك ألا تنحاز إلى الزهراء عليها السلام وتناصرها، تقول أنا أوقف مع أبي بكر ضد بنت النبي. أي دين هذا؟ أي مروءة هذه؟ أبو بكر مرتد عمر مرتد أيضاً. المهاجرون والانصار الذين خالفوا الزهراء مرتدون بحكم الزهراء بحكم رسول الله كل من جحد ولايه الزهراء وولايه علي امير المؤمنين وولايه اهل البيت الطاهرين عليهم السلام لن يلقى الله على الاسلام وان كان في الدنيا ربما يحكم بحكم الاسلام ولكنه في الاخره لا يحتسب مسلما بل يحتسب من عباد الاوثان. هذا مو كلامنا احنا، هذا كلام رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله اقرأوا الروايه التي رواها شيخنا الصدوق عليه الرحمه في اماليه بسنده عن أبي مسلم عن أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها أنها قالت للحسن البصري شوف أم سلمة بماذا تشهد قالت: والله لاحدثنك لا بحديث سمعته اذناي من رسول الله صلى الله عليه واله والا فصمتا وراته عيناي والا فعميتا ووعاه قلبي والا فطبع الله عليه وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: يا علي ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقي الله بعبادة صنم أو وثن كل شخص يوم القيامة يؤتى به فإذا كان في الدنيا مقرا بولاية علي بن أبي طالب يقول تفضل أنت مسلم صحيح ادخل الجنة أما إذا كان جاحدا في الدنيا يقول أنا مسلم في الدنيا ويصلي ويصوم يزكي حج لكنه جحد ولاية علي هذا يوم القيامة يؤتى به يصرخ يقول أنا مسلم كنت يقول لا, لا أنت عابد الصنم أوثن أو ليش؟ لماذا جحدت ولايه علي وانت تعلم ان الله امرك بها؟ الم تقرا القران حين قال الله تبارك وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون؟ ألم تقرا هذه الايه وتفاسيرها التي نصت على انها نزلت في تصدق امير المؤمنين علي عليه السلام بخاتمه حال ركوعه في الصلاه الله يقول انما وليكم يعني هذا وليكم وانت تجحد ولايته فكيف لا تكون عابد صنم اوثا ما فرقك عن عباد الصنم والوثن حينئذ؟ اولئك رفضوا امر الله وها انت ترفض امر الله. النبي يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وادر معه الحق حيثما دار، انت تقول له هو مولاي. او تقولها وتؤولها. تقول مولاي يعني أحبه بس في مقام التنفيذ والامتثال لا أمتثل له لما لم يمتثل أبو بكر لعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب جاء وشهد أن فدك للزهراء عليه السلام ليش ما امتثل أبو بكر مع أن عليا ولي أبي بكر رغما عن أنفه رضي أمكره لما لم يمتثل عمر لما لم تمتثل عائشة لما حاربت عليا امير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء جاحدوا ولايه علي صلوات الله عليه. جحدوها فلا يلقون الله الا وهم عباد صنم او وثن بل هم الاصنام والاوثان. اصنام واوثان الجاهليه الثانيه التي حذرنا منها رسول الله تنكرون على الزهراء انها حكمت على المهاجرين والانصار من جماعه ابي بكر وعمر بالارتداد حين قالت ومن ارتد عنا عنا اهل البيت فالى الجاهليه تنكرون عليها هذا لما تنكرون عليها هذا؟ والواقع الذي نقرأه في مسيرة المسلمين منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا أنهم بالفعل ارتدوا اتباعا لطغاتهم ورموزهم أبي بكر وعمر وأشباههما ارتدوا إلى أحكام الجاهلية. هذا واقع هذا لا يمكن انكاره، واقع محسوس ملموس عمر مثلا أعاد زرع وإفشاء اعتقادات أهل الجاهلية في الإسلام ومنها ما ذكرته لكم في شهر رمضان الفائت في الليالي الرمضانيه كيف زرع عمر هذا الاعتقاد السخيف الذي كان من اعتقادات اهل الجاهليه وروجه هو وابنه عبد الله بن عمر ان سهيلا هذا النجم المعروف انما هو رجل عشار ممسوخ رجل عشار باليمن اسمه سهيل مسخ الى نجم وأن الزهره كوكب الزهره امرأة فاتنة فتنت هاروت وماروت الملكين حتى زنيا بها فمسخها الله الى كوكب كوكب الزهره هذه الاعتقادات اعتقادات اهل الجاهليه واساطيرهم التي قضى عليها النبي وقضى عليها اهل البيت عليهم السلام وحاربوها بالاسلام دين العقل فكيف عادت من جديد في اوساط المسلمين؟ عادت على يد عمر وامثال عمر. اليس هذا مصداقا لما قالته الزهراء عليها السلام؟ ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية هذه هي النتيجة ارتددتم عنا اهل البيت واخذتم بكلام عمر فاضحكتم العالم عليكم نجم موجود من الاف ملايين السنين يطلع رجل ممسوخ كوكب موجود هم من ملايين السنين يطلع شنو؟ امراه ممسوخه سنن الجاهليه واحكامهم شرع الجاهليه شرع الكفار والمشركين كيف عاد من جديد وصار شرعا لبعض المسلمين افتوا بموجبه الا على يد عمر واضراب عمر ايضا نقلنا لكم نحن في الليالي الرمضانيه مثلا في كتاب الحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي المجلد الثامن الصفحه 162 عن عمر انه كان يليط اولاد البغايا في الجاهليه بابائهم في الاسلام. يعني اذا واحد من اهل الجاهليه زنى بامرأة أجلكم الله وولدت هذه المرأة امرأة بغي جايبت لها الولد وهذا الولد عاجب هذا الرجل يدعيه يقول هذا ابني حكم النبي ما هو كلكم تعرفون الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني ما يحصل شيء ما يكون ابنه حقيقة شرعية ما يكون ابنه ما يرث منه هذا ابن زنية خلاص حكم الاسلام حكم النبي هو هذا عمر جاء ونقض هذا الحكم خلافا لرسول الله صلى الله عليه واله فكان اذا جاءه الرجل ممن اسلم وقال انا هذا ولدي زنيت بامه في الجاهليه كان يلحقه به هذا خلاف حكم النبي خلاف حكم السنه وهؤلاء يقولون نحن أهل السنة أي سنة طيح الله حظكم أي سنة سنة عمر لا سنة رسول الله هذا فقهكم هكذا يقول وبعض فقهائكم توسعوا في هذه المسألة فجعلوا الحكم هكذا أنه حتى في الإسلام للذي أدرك الجاهلية والإسلام يعني قاسوا على حكم عمر فقالوا كل من هو في الاسلام زنى بامراه اجلكم الله ولم تكن ذات فراش كانت خليه وثم ولدت فاذا ادعى الرجل الولد الحق به ممن يقول بهذا ابن تيميه لعنه الله في كتاب الفروع في الفقه الحنبلي لابن مفلح الدمشقي الجزء السادس الصفحة 625 يقول واختار شيخنا يقصد ابن تيمية أنه إذا استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه هذا مو خلاف حكم النبي صلى الله عليه وآله ليش لماذا خالفتم يقولون عمر قال عمر هكذا حكم من هو نبيكم محمد أم عمر فهمونه النبي يبيح المتعتين، عمر يجي يحرم المتعتين ياخذون بقول عمر. النبي يحرم الصلاه، صلاة الجماعه، صلاة النافله جماعة وينهاهم يأتي عمر يقول لا وهذه نعم البدعه، صلاة التراويح ياخذون بقول عمر وهكذا. هذا أي دين هذا؟ أي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله. هذا إحياء لسنن أهل الجاهلية إحياء لحكم أهل الجاهلية أهل الجاهلية كان الرجل إذا زنى وادعى أحدا من أولاد الزنا ألحقوه به قالوا خلاص اعترف به الله خلاص هذا ماله هذا حكم أهل الجاهلية عاد إلى الإسلام إلى الشريعة الإسلامية على يد من؟ ابن صهاب وطبيعي الطيور على اشكالها تقع هو ابن زنا ما تريد يجوز الحاق اولاد الزنا بابائهم طبيعي اذا ما يسويها هو يتخربط نسبه شو يسوي بعد؟ يطلع مول الخطاب يطلع لواحد اخر قذارات نحن نتبع اهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم الطيبين الذين ليس في نسبهم خدش ليس في طهارتهم خدش اما هم يتبعون اولئك القذارات اولئك الاقذار فطبيعي يكون هكذا فقههم هكذا شريعتهم المهم ان هذين النموذجين والنماذج كثيره سقناها في بعض محاضراتنا ونسوق المزيد ان شاء الله في المستقبل كلها تثبت واقعا محسوسا واضحا ان هذه الامه التي اتبعت ابا بكر وعمر وعائشه واضرابهم وخالفت اهل البيت تمردت عليهم خذلتهم لم تتبعهم هذه الأمة تقهقرت من جديد إلى حكم الجاهلية وهذا الأمر ممن لمسه واعترف به وأقر ابن عباس في مصادر أهل الخلاف بين وجود هذه الظاهرة. ارجعوا إلى كتاب الاعتصام للشاطبي المجلد العاشر الصفحة السادسة عشرة يروي عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عامٍ إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة يعني شوف هذا واحد من أهل القرن الأول خير القرون قرني هم يرون هذا شوف ابن عباس وين من أهل القرن الأول من المخضرمين أولئك إذا في ذلك الزمان هو يشهد بأن ظاهرة الابتداع في الدين وإماتة السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله والعودة إلى الجاهلية كانت تمر بالأعوام ما من عام إلا وتحيا فيه بدعة من بدع الجاهلية وتموت بها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله فكيف بمثل زماننا بعد 1400 سنة شلون يكون الوضع؟ دين اخر اصلا تشكل خلاص دين اخر والله ان هذا الدين الذي اليوم يقول هو دين السنه ما هو بدين السنه بل بدين البدعه بل هو دين البدعه والله هذا الدين الذي رموزه ابو بكر وعمر وعائشه ليس الدين الاسلام بل دين أهل الجاهلية ولكن بغلاف إسلامي بعنوان إسلامي فقط وإلا محتوى مو الإسلام أبدا حاشا وكل إخواني هنالك مسألة خطيرة جدا وهي مسألة التفكيك بين النبي وأهل بيته عترته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه منطق عمر كما في جداله مع الزهراء عليه السلام هو هذا المنطق منطق التفكيك بين النبي وبين عترته الزهراء جاءتهم تحكم بحكم تطالب بشيء تفتي بشيء فيخالفونها، ليش تخالفونها؟ المفروض ما تخالفونها لان حكمها حكم النبي، فتواها فتوى النبي. امرها من امر ابيها صلى الله عليه واله، فلماذا تخالفونها؟ يقولون لا احنا نفكك. النبي من خالفه، مع انهم خالفوه في بعض الموارد كما تعلمون. النبي من خالفه ولكن الزهراء نخالفها. علي امير المؤمنين نخالفه الحسن والحسين نخالفهما هذه مساله خطيره هذا اختلال خطير في الاعتقاد الاسلامي المسلم هو من لا يفكك بين رسول الله وبين الائمه من عترته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم لا تفكيك كلهم واحد هذه نتيجه طبيعيه لكل الادله الشرعيه منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه واله فاطمه بضعه مني يغضب يرضيها ما يرضيها ما يرضيني ويغضبها ما يغضبني مثلا ما معنى هذه العباره هذه العباره ينبغي ان تكون بحثا للمتفقهين والمتعلمين. ينبغي ان يفهموا من هذه العباره ان امر الزهراء هو امر رسول امر ابيها رسول الله صلى الله عليه واله، لا تفكيك. بضعه جزء من النبي. والنبي حدد. قال اي شيء يرضي الزهراء يعني انا عنه راض. اي شيء يغضب الزهراء يعني انا عنه غاضب فاذا الزهراء يرضيها هذا الحكم اذن هو لا شك حكم رسول الله وهو حكم الله اذا الزهراء يغضبها ذلك الحكم الحكم الذي جاء به ابو بكر وعمر انا معاشر الانبياء لا نورث مثلا اغضبها هذا الحكم وقالت ما كان هذا حكم رسول الله مو حكم ابي هذا هذا حكم الجاهليه تبغون هذا حكم الجاهليه مو حكمنا هذا، مو حكم الاسلام ولا اهل بيت رسول الله ولا حكم رسول الله ولا حكم القران. اغضبها هذا الحكم، اذا لا محاله هذا الحكم مغضوب عند رسول الله صلى الله عليه واله، ليس حكم الله. اذا ما يحق لك تفكك، لا يحق لك ان تفكك بين رسول الله وبين اهل بيته الطاهرين. عليهم السلام حكمهم واحد التسليم لهم واحد هذه نتيجة طبيعية لعشرات الأدلة الشرعية لما النبي مثلا صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط حسين من الأصباط مصباح الهدى وسفينة النجاة إذن حكم الحسين هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحق لك تفكك ما يصير تقول أنا من النبي أقبل من الحسين ما أقبل هذا كفر جاهلية هذه مسألة خطيرة هذه مسألة التفكيك وأول من بدأها رموز السقيفة عليهم لعائن الله وعذابه حاولوا التفكيك بين النبي صلى الله عليه واله وبين اهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه <applause> الزهراء عليها السلام بينت الا تفكيك وبينت بشكل واضح أن الشريعة والإسلام والدين وكل ما في ذلك من فضائل ومناقب انما هي مرهونة بنصرة أهل البيت. باتباعهم وعدم تركهم او مخالفتهم. فأقل مخالفة لأهل البيت عليهم السلام معناها الارتداد الى الجاهليه اعيد لك الحديث حتى تفهم وحتى تحفظ طالبت الزهراء عليه السلام بفدك فقال لها عمر فدك لك خاصه والفيء لكم ولاوليائكم ما احسب اصحاب محمد يرضون بهذا قالت فاطمه عليه السلام فان الله عز وجل رضي بذلك ورسوله صلى الله عليه واله رضي وبه قسم على الموالاه والمتابعه لا على المعاداه والمخالفه ومن عادانا فقد عاد الله ومن خالفنا فقد خالف الله شنو الفرق بين العداء والخلاف عداء يعني مثل واحد يقول انا عدو لاهل البيت عائشه مثلا قال رسول الله صلى الله عليه واله ما تدع عائشه عداوتنا اهل البيت وبالفعل طول تاريخها معاديه لاهل البيت حتى انها جيشة الجيوش ضد اهل البيت في الجمل هذا عداء من عادانا فقد عاد الله اكو نوع ثاني من خالفنا فقد خالف الله واحد يقول انا مو عدو لاهل البيت لكن اخالفهم في المساله الكذائيه. كالحسن البصري مثلا. ما حمل السيف على اهل البيت الحسن البصري. ما شارك في قتال ضد اهل البيت، ولا صرح بانه عدو لاهل البيت، لكن مع ذلك يبلغه حكم اهل البيت فيخالفه، يقول لا انا فتواي في المساله هذه مثلا. هذا هم في جهنم. مو فقط العدو في جهنم المخالف ايضا في جهنم تقول الزهراء عليه السلام من عادانا فقد عاد الله ومن خالفنا فقد خالف الله ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الاليم والعقاب الشديد في الدنيا والاخره فقال لها عمر معنى كلامك هذا انه احنا المهاجرين والانصار كلنا مرتدون اذا لاننا نخالفكم. انتم تقولون الارث لنا احنا نقول الارث ليس لكم فدك ليس ليست لكم. معنى ذلك احنا كلنا مرتدون هذا امر عظيم. قال لها انت تدعين امرا عظيما تقع به الرده من المهاجرين والانصار. فقالت اي نعم مرتدون فقالت عليه السلام ان المهاجرين برسول الله واهل بيت رسول الله هاجروا الى دينه والانصار بالايمان بالله وبرسوله وبذي القربى احسنوا فلا هجره الا الينا ولا نصره الا لنا ولا اتباع باحسان الا بنا ومن ارتد عنا فالى الجاهليه كلام واضح فكيف رد عمر هنا باي شيء بدا يتسافل النذل فبماذا قال للزهراء عليه السلام فقال لها عمر دعينا من اباطيلك أترى الوغد هو هذا الوغد نذل حقير يسمي ما تقوله الزهراء عليها السلام وبيانها بيان أبيها رسول الله صلى الله عليه واله، كيف احتجت؟ والخبر طويل هو أنا أخذت منه فقط مقطع الشاهد احتجت بالقرآن، بالسنة يرد بوصف كل ذلك الذي نطقت به الزهراء عليها السلام بلسانها الصادق يصفه بالاباطيل. نجس العتب حقيقه نقول في مثل هذه الليالي الحزينه العتب مو على الذين هم مخدوعون بعمر اليوم. اذ يدافعون عنه مخدوعون العتب على من على الذين هم منا ويعلمون ان عمر اتهم الزهراء سيدتنا وملكتنا بانها ذات اباطيل ولا يستحون من ان يدافعوا عن عمر او ان يحاموا عنه او ان يمنعوا القدح فيه اي تشيع هذا عجيب تشوف لك واحد معمم طول عرض منفعل يعني اذا سمع كلمه يهجى بها عمر مثلا او يلعن بها ويسب فيها مثلا يقدح فيه ينفعل ويغضب ويحاربك ويحرض عليك ليش هذا الذي اتهم الزهراء عليه السلام بأنها ذات أباطيل ألا تخجل من نفسك وأنت تحامي عنه وأنت تمنع الناس من القدح فيه لماذا كل هذه الغيرة على عمر لما كل هذه الحمية على عمر ذاك المخدوع تنتابه الحمية مثلا لأنه مخدوع لا يعرف هذه الحقائق حين يعرفها يبرا من عمر اما انت يفترض بك ان تكون عارفا تعلم جرائم هذا النذل انا لن اتكلم عن الجرائم الاخرى انا فقط هذه العباره الذي يتطاول على بضعه رسول الله صلى الله عليه واله بالله عليكم يا قوم يستحق الاحترام يستحق أن نحامي عنه مثلاً أو أن نمنع الناس من هجائه أو القدح فيه مثلاً ولو بدعوى أن ذلك يؤذي مشاعر بعض الناس فليؤذي مشاعرهم هذا بالنتيجة هذا مشاعر الزهراء عليه السلام هذا تطاول على الزهراء الصديقة الكبرى يأتي شخص نذل حقير مثل هذا ابن حرام يقول دعينا من أباطيلك المؤمن الغيور يفترض إذا وقع بين يديه عمر في مثل هذا الموقف شو سوي به تقول له تعال تعال تقول عن الزهراء ذات أباطيل تقول له دعينا من أباطيلك أنا علمك شنو هذا هو المؤمن الغيور مؤمن الغيور مثل أبي لؤلؤة وندي هذا هو المؤمن الغيور هؤلاء هم الغيارة أما أسفاه في زماننا ماتت الغيرة في الرجال ماتت يرفعون شعارات أهل البيت ينادون بأسماء أهل البيت يقيمون المجالس على أهل البيت او لاجل اهل البيت عليهم السلام لكن في الواقع هم ابعد الناس عن اهل البيت واكثر الناس خذلانا لهم وهذا كان امرا مع الاسف متفشيا في الاوساط الشيعيه منذ القديم حتى في ازمنه حضور المعصومين عليهم السلام اقرأوا في الأحاديث عن أئمتنا تقرؤون العجب العجاب مما يكشف لكم عن مقدار الألم الذي كانت تختزنه قلوب أهل البيت الطاهرين لما مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول لقد أصبحنا مضمون كلامه الشريف. لقد اصبحنا وما من احد اعدى لنا اكثر عداء لنا ممن ينتحل مودتنا. هم نفسهم اللي يقولون احنا شيعتكم هؤلاء كانوا اكثر الناس عداء لنا. طبيعي لانهم في الداخل ويهدمون من الداخل. من الداخل يهدمون. النزعه البتريه الخبيثه التي تدعو الى السكوت عن اعداء اهل البيت مراعاه لاتباعهم اتباع الاعداء اسكتوا عنهم لا تنالوا منهم لا تجاهروا بالبراءه منهم هذا خذلان للزهراء عليه السلام الخطباء الذين هم في مثل هذه الليالي الفاطميه والليالي القادمه التي هي اقوى وكما تعلمون نحن نلتزم بتلك الروايه وبذلك الضبط تلك القراءه للروايه بالفاطميه الثالثه الثالث من جماد الاخره في مثل هذه الليالي الفاطميه الخطباء الذين يصعدون المنبر ولا يضعون النقاط على الحروف لا يُشخِّصون بكل وضوح أعداء الزهراء عليه السلام والمُتطاولين عليها ويُجرِّمونهم ويُؤثِّمونهم ويدعون الناس إلى البراءة منهم من باب النهي عن المُنكَر هؤلاء خاذلون للزهراء شيل فايدة صاعد من بار عشر ليالي ما تجيب كلمة ضد عمر وتفضحها وتدعو الناس الى البراءة منه وتكشف مخازيه، اكشف قول اعرض رواياتنا قول يا قوم هذا عمر الذي وصف الزهراء بانها ذات اباطيل خلي الناس هي تحكم اذا المؤمنين كلهم سمعوا هذه الروايات وعرفوها عرفوا حقائق التاريخ ما بعد يدافعون عن عمر ولا تاخذهم الغيره عن عمر لكن المشكله ان كثيرا منا من ابنائنا عاشوا في هذا الزمن ما طرقت اسماعهم قط انه يوم من الايام عمر قال عن الزهراء انها ذات اباطيل والا كانت تاخذهم الغيره والحميه ما سمعوا قط ان ابا بكر طعن بالزهراء وشباها بام طحال الزانيه هذه الحقائق الخطباء سكتوا لذلك نشأ عندنا هذا الانحراف ناس تجد تدافع عن عمر وتدافع عن ابو بكر بلا مروءه بلا دين ليش؟ لانهم ما سامعين اصلا هذه الحقائق الى متى؟ نحتاج إلى ثورة فاطمية زهرائية تعيد الأمور إلى نصابها كافي بعد سكتنا وخذلنا أهل البيت عليهم السلام إلى أن خذلنا مع الأسف الشديد وصار القاسي والداني هو يتحكم بينا ليش؟ لأننا خذلنا أئمتنا خذلنا سيدتنا صلوات الله عليها تعالوا نجتمع اجتماع رجل واحد على نصرة الزهراء البتول صلوات الله عليها، على الدفاع عنها، على المجاهرة بإسقاط أعدائها، نقول يا أمة الإسلام يا أيها البشر لا أبو بكر ولا عمر ولا عائشة ولا أمثالهم مستحقون للاحترام، لا بد أن يسقطوا تدوسهم الاقدام هؤلاء هم المتطاولون على رسول الله على اهل بيت رسول الله على بضعه رسول الله هؤلاء هم المحرفون للاسلام تعالوا نسقطهم حتى يصفو لنا دين ديننا حتى ينصلح حالنا حتى يعتدل منهاجنا حتى نتخلص من الإرهاب هؤلاء هم أسس الإرهاب إذا قصرنا في هذا فنحن سندفع الثمن وأبناؤنا وأحفادنا سيدفعون الثمن لا بد من كشف هذه الحقائق بلا خجل بلا خوف بلا تردد وانا هنا لابد ان احيي بعض الخطباء الذين بدل بدانا نلمس منهم جزاهم الله خيرا ان لغتهم بدات تتحول الى اللغه الرافضيه الفاطميه هذه ظاهره الان بدات تلمس خاصه من الخطباء العراقيين امضوا في هذا السبيل خلوا الناس تتوعى اكشفوا الحقائق بينوا الروايات خلي الناس تحكم اذا كل نطق بمثل ما ننطق به كل الامور تتضح للناس خلص هي فطره الانسان راح تقوده بشكل طبيعي الى ان يترك اولئك الظالمين ولا يهتم بالدفاع عنهم على الاطلاق يقول انا شعر ليش أصلاً اقول للناس لا تحكون عليهم ليش هذول السفله مجرمين طغاه تطاولوا على بنت النبي صلى الله عليه واله انا ايش علي اروح ادافع عنهم او احرم اقول للناس والله لا تحكون عليهم ما ادري كذا الاخوه المتشيعون سبقوا الشيعة في هذا الزمن في فضح وتعريه رموز النفاق والطغيان جزاهم الله خير سأنتم اللي شيعة أبناء شيعة أنتم تقصرون وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إياكم أن تخذلوا الزهراء ما خذل أحد الزهراء إلا وقد خذل والله وما نصر احد الزهراء الا وقد نُصر وان تكالب عليه اهل الدنيا باسرها. عجيب يد غيبيه من الله عز وجل تنصره وتعلي شانه وترفعه ويشق الامواج المتلاطمه ولا يقف امامه شيء. ابدا بس اشتر الزهراء انت وبيع الدنيا واهل الدنيا. ايش فايدة الدنيا هي؟ خلي نشتري الزهراء رضا الزهراء رضاها رضا الله. خلي نشتري رضاها. يعني أنت من كل عقلك تتصور لما واحد يقوم يجاهر مثلا يفضح عمر ويكشف مخازيه ومساوئه ويلعنه ويذمه ويندد به، هذا الشيء ما يفرح الزهراء؟ ما يرضي الزهراء؟ كذبت. لا شك انه يرضي الزهراء روحي فداه كيف لا يرضيها وهي التي امرت بقتالهم لما استشهدت بقوله تعالى في خطبتها ضد ابي بكر وعمر فقاتلوا ائمه الكفر هذا بعد اقل ما يمكن تقديمه يعني هذا اقل ما يمكن تقديمه هكذا نطاطئ رؤوسنا للزهراء ونرفعه املا في ان تقبله نقول هذا اللي بيدنا نسويه احنا فقط بعد هذا المقدار لا نخسره يوم القيامة كما قال الصادق عليه السلام يود الناس أجمع لو كانوا فاطميين اللهم صل على يعني. يوم القيامة كل واحد يروح يحاول يتشبث بهدبة من عباءة الزهراء خيط يقول بس أنا أطب الجنة بهذا بس نظرة منك مولاتي زهراء إذا أشارت يوم القيامة خلص هذا خلوه بالجنة على طول يروح سيدة أهل الجنة من يقدر يخالفها فإياكم إياكم أيها المؤمنون أن تستمعوا للأصوات المنكرة التي تريد تثبيطكم تثبطكم عن مواصلة هذه الثورة الرافضية الفاطمية على رموز الكفر والنفاق والطغيان واصلوا واثبتوا ولتكن خطواتكم خطوات ثابته حتى تنالوا رضا الزهراء البتول صلوات الله عليها يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين